الأولى صفات عباد الرحمن. نأتي إلى المفردات: هونا بمعنى تواضع، والمضاد تكبر. سلاما يعني قولا حسن، قول لين، والمضاد قول غليظا. اصرف بمعنى امنع وابعد، والمضاد قرب. غراما معناها شديدا ملازما، اما المضاد مفارقا. ساءت بمعنى قبحت، والمضاد حسنت. ناتي الى الشرح: تتحدث الايات عن بعض صفات عباد الرحمن، ومنها: يمشون بين الناس في تواضع وسكينة، ويردون على الإساءة بقول حسن وكريم، ويقضون جزءا من الليل في الصلاة، ويدعون ربهم أن ينجيهم من عذاب النار لأن عذابها شديد ملازم لصاحبه، ولأن جهنم بئس المكان للاستقرار والإقامة. في سؤال: كيف يمشي عباد الرحمن بين الناس، وما موقفهم من السفهاء؟ جه في محافظة الجيزة ومحافظة مطروح 2015. طبعا يمشون في تواضع وسكينة ووقار، وإذا أساء إليهم الجاهلون يصبرون على إيذائهم ويردون عليهم بقول حسن وكريم. في الآيات دعاء وتعليل لهذا الدعاء، وضح ذلك. الدعاء: عباد الرحمن يدعون الله تعالى أن ينجيهم من عذاب جهنم. أما التعليل: لأن عذابها دائم لا يفارق صاحبه، ولأن الإقامة والاستقرار بها سيء. نأتي إلى مواطن الجمال. عباد الرحمن يأتي في الامتحان على هيئة أكمل، يقول لك دلالة إضافة عباد للرحمن ماذا يفيد؟ طبعا الإضافة للتشريف والتكريم والتعظيم. يمشون على الأرض هونة، تعبير يدل على تواضعهم الدائم، وأحيانا يأتي مثل العام الماضي على ما يدل الفعل يمشون، طبعا ده فعل مضارع يدل على الاستمرار والتجدد واستحضار الصورة. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، طبعا الفعل يبيتون يدل على المداومة على قيام الليل، وعندي ممكن سجدا وقياما تضاد يبرز المعنى ويوضحه. ربنا ده أسلوب إيه؟ أسلوب نداء غرضه الدعاء، وحذفت الأداة لقرب الله تعالى من قلوبهم. الأصل يا ربنا، أين أداة النداء؟ حذفت لقرب الله تعالى من إيه؟ من قلوبهم. اصرف عنا أسلوب أمر غرضه الدعاء والتوسل. إن عذابها كان غرامة أسلوب مؤكد بإن، وطبعا الجملة تعليل لما قبلها. نأتي إلى الفكرة الثانية، وهي بعنوان صفات اقتصادية واجتماعية لعباد الرحمن. نأتي إلى المفردات اللغوية: يسرف معناه يبذر، والمضاد يقتر أو يبخل. قوامة معناها توسط واعتدال. يدعون معناها يعبدون. أثامة بمعنها عقاب. ويخلد يخلد معناها يبقى ويدوم. مهانا معناها ذليلا، والمضاد عزيزا. نأتي إلى الشرح. تستمر الآيات في ذكر صفات عباد الرحمن، ومنها: معتدلون في الإنفاق، فلا يبذرون ولا يبخلون، لا يشركون بالله، ولا يعتدون على الناس بالقتل، ولا يرتكبون فاحشة الزنا، لأن من يرتكب هذه الفواحش اللي هي الشرك بالله، القتل، الزنا، يضاعف له العذاب يوم القيامة. ومن يسارع بالتوبة ويؤمن بالله إيمانا صادقا ويعمل عملا صالحا، يبدل الله تعالى سيئاته إلى حسنات، فالله تعالى يستر الذنوب جميعا، فإنه رحيم بمن يتوب. نأتي إلى سؤالي: ما الكبائر التي يتجنبها عباد الرحمن،
وبما توعد الله تعالى من يرتكبها. أحيانا يأتي السؤال اشرح الآيات، أو يأتي سؤال مثل هذا: ما الكبائر التي يتجنبها عباد الرحمن وبما توعد الله تعالى من يرتكبها؟ من الكبائر التي يتجنبها عباد الرحمن الشرك بالله، قتل النفس التي حرم الله تعالى قتلها، ارتكاب الفواحش كالزنا. وتوعد الله تعالى من يفعل ذلك بأنه سوف يخلد في النار ويضاعف له العذاب يوم القيامة. نأتي إلى مواطن الجمال. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. خلي بالك إنه ده أسلوب شرط. إذا أنفقوا، النتيجة لم يسرفوا لم يقتروا، يبقى لم يسرفوا ولم يقتروا نتيجة لما قبلها. يسرفوا بمعنى يبذروا، يقتروا بمعنى يبخلوا، يبقى بينهما تضاد يوضح المعنى. يبقى أسلوب شرط يدل على التوسط والإنفاق، وتضاد ما بين يسرف ويقتر يؤكد المعنى ويوضحه. وممكن علاقة لم يسرف ولم يقتر بما قبلها نتيجة لأنه جواب لأسلوب الشرط. لا يدعون مع الله إلها آخر، ده أسلوب نفي يؤكد الحرص على عبادة الله وعلى توحيد الله تعالى. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. خلي بالك من الموطن ده علشان بيتكرر كتير في الامتحانات. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ده أسلوب إيه يا ترى؟ بالفعل ده أسلوب شرط غرضه التخويف والتهديد. طب ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، علاقة يلقى أثاما بما قبلها طبعا هتبقى إيه؟ نتيجة. أسلوب شرط للتهديد والوعيد، وعلاقة يلقى أثاما بما قبلها نتيجة. وأحيانا يأتي سؤال، لو معنا ورقة وقلم ممكن نكتب: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اسم الإشارة ذلك يعود على ماذا؟ طبعا يعود على الشرك بالله، يعود على قتل النفس التي حرم الله تعالى قتلها، يعود على ارتكاب فاحشة الزنا. وكان الله غفورا رحيما، ختام مناسب للآيات. طبعا ختام مناسب يدل على كثرة المغفرة وسعة رحمة الله تعالى بعباده. ونأتي إلى نص فضل العلم، وهو حديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نأتي إلى الفكرة الأولى، وهي بعنوان: العلم طريق للجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. خلي بالنا ده أسلوب شرط، سلك بمعنى اتخذ وصار، يبتغي يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع، تضع بمعنى تخفض، أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. نأتي إلى اللغويات، سلك بمعنى صار واتخذ، والمضاد توقف. يبتغي بمعنى يطلب ويريد. سلك الله به، سهل الله له أو فتح الله له. الملائكة المفرد الملك أو الملاك. رضا معنى تكريما له، والمضاد سخطا وغضبا. الحيتان معناها الأسماك، والمفرد الحوت. نأتي إلى الشرح. يدعونا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى طلب العلم، ثم يوضح لنا منزلة كل من طالب العلم والعالم، حيث قال: من يمشي في طريق يطلب فيه العلم يفتح الله له طريقا إلى الجنة، كما أن طالب العلم
تستغفر له الملائكة تعظيما وتقديرا لما يسعى إليه، أما العالم فيستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في البحر. نأتي إلى سؤال بطريقة أخرى، لماذا يدعون الحديث الشريف إلى طلب العلم؟ أو كيف رغب النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم؟ لأن العلم باب من أبواب الجنة، وبه تتقدم الأمم وتنهض الشعوب. للعلم أفضال متعددة على صاحبه، وضح ذلك. هنقول من أفضل العلم دخول الجنة، من سلك طريقا يبتغي فيه علما فتح الله له طريقا إلى الجنة. استغفار الملائكة وجميع المخلوقات له. ما الذي يحمل الحيتان أن تدعو للعالم؟ العالم اللي بيخلي الحيتان تدعو للمعلم؟ لأن العالم يعلم الناس الإحسان إلى الحيوان، ويعلم الناس ما يحل منها وما يحرم. نأتي إلى مواطن الجمال. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. خلي بالك هنا من الجملة دي، ده أصله شرط. من سلك طريقا يبتغي فيه علما، النتيجة سلك الله به طريقا إلى الجنة. يبقى علاقة سلك الله به طريقا إلى الجنة نتيجة لما قبلها. وقلنا ده أسلوب شرط للتحبيب، للترغيب في العلم. طب نأتي إلى كلمة طريقا، دي نكرة. نكرة لإيه؟ للعموم، للتعظيم. علما نكرة للعموم والتعظيم. أي علم أنت بتبحث عنه طريقا، ربنا بيفتح لك طريقا إلى الجنة. يبقى ألف أسلوب شرط يؤكد أهمية العلم والترغيب فيه. باء صور العلم بالطريق. إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. خلي بالك عشان الموطن ده بيتكرر كثيرا. لو أنا قلت إن التلميذ مجتهد، أسلوب مؤكد بإن. طب إن التلميذ لا مجتهد، يبقى أسلوب مؤكد بإن واللام. يبقى إن الملائكة لتضع أجنحتها، أسلوب مؤكد بإن واللام. طب رضاء لطالب العلم، حطيت لك قبلها فصلة منقوطة، يبقى علاقة رضاء لطالب العلم بما قبلها تعليل. أسلوبين مؤكد بإن واللام. إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، قياسا لجملة إن الملائكة لتضع أجنحتها، قلنا أسلوب مؤكد بإن واللام. يبقى إن العالم ليستغفر له، يبقى أسلوب مؤكد بإيه؟ بالضبط، أسلوب مؤكد بإن واللام. والسماوات والأرض بينهما بالفعل تضاد يوضح المعنى، يبقى أسلوب مؤكد بإن واللام. وتضاد بين السماوات والأرض يوضح المعنى، يبرز المعنى، يؤكد المعنى، كلها صحيح. نأتي إلى الفكرة الثانية، وهي فضل العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. لغويات: فضل معناها مزية، معناها منزلة، وجمع فضل أفضال وفضول. العابد الجمع بتاعها عبدة وعباد. سائر بمعنى بقية، وجمعها سوائر، وخلي بالنا من الجمع ده. ورث المفرد وارث، أخذ به عمل به، أما المضاد تركه فرط فيه. وافر معناها كثير، والمضاد ناقص. طب كثير مضادها قليل، وناقص مضادها كامل، يبقى وافر كثير وكامل، والمضاد قليل وناقص. نأتي إلى الشرح. يؤكد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن فضل العالم على غيره من البشر كفضل القمر على بقية النجوم والكواكب. فالعلماء هم ورثة الأنبياء. خلي بالك منزلة العلماء تأتي بعد منزلة الأنبياء. لماذا يا ترى؟ لأنهم ينشرون الهداية والعلم، وهم النور الذي يستضيء به الناس. فمن أخذ بالعلم وعمل به فقد فاز فوزا عظيما.
ناتي إلى مواطن الجمال. خلي بالنا من الجملة دي، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. خلي بالنا، احنا هنا ممكن نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم صور العالم بالقمر وصور العابد بالكواكب. صور العالم بالقمر وصور العابد بالكواكب، وهناك تضاد بين العالم والعابد وتضاد آخر بين القمر والكواكب. يبقى صور العالم بالقمر وصور العابد بالكواكب، والتضاد بين العالم والعابد والقمر والكواكب يوضح المعنى. إن العلماء ورثة الأنبياء، أسلوب مؤكد بإن، وطبعا بيوضح قيمة ومنزلة ومكانة العلماء. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. خلي بالك النص كله فيه أسلوبان للشرط. أول النص: من سلك طريقا يبتغي فيه علما، أسلوب شرط للترغيب في العلم. آخر النص: فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أسلوب شرط للترغيب والتحبيب في العلم. خلي بالنا مادام في أسلوب شرط يبقى في جواب للشرط، فمن أخذ به النتيجة أخذ بحظ وافر، أسلوب شرط للترغيب في طلب العلم. أما علاقة أخذ بحظ وافر بما قبلها هتبقى نتيجة. وإنما ورثوا العلم، أسلوب قصري يفيد التخصيص والتوكيد، أو ممكن تقول له أسلوب مؤكد بإنما. ورثوا العلم، العلم ده شيء معنوي، ورثوا العلم ما يورث شيء مادي، يبقى صور العلم بشيء مادي يورث. وفي سؤال في الجزئية دي هتشوفوه معايا دلوقتي: لماذا قدم الحديث العالم على العابد في الفضل والمنزلة؟ فضل العالم على العابد كفضل القمر على الكواكب. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قدم العالم على العابد؟ بس الإجابة: لأن العالم يفيد نفسه وغيره، أما العابد فبعبادته يستفيد منها فقط، العبادة تنفعه فهو فقط. جميل السؤال ده، بيكرر كتير في الامتحان. يشير الحديث لنوعين من الإرث، وضح ذلك وأيهما تفضل. خلي بالنا إن العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، يبقى أنا عندي ميراث الدينار والدرهم. وإنما ورثوا العلم، يبقى عندي ميراثين الدينار والدرهم واحد، العلم اتنين. طب أنت تفضل أيهما؟ العلم. لماذا؟ العلم باقٍ، العلم يجعل للإنسان حياة كريمة، العلم يساعد على كسب الأموال. نوع يرث المال والدراهم والدنانير، ونوع يرث العلم وهو الأفضل. لو قال لك لماذا هتقول لأن العلم باقٍ، لأن العلم يجعل للإنسان حياة كريمة، لأن العلم يساعد على كسب المال. وأنا أفضل ميراث العلم. خلي بالك الوحدة التانية عندك كلها بتتكلم عن العلم، لأن العلم باق ويرفع من مكانة الإنسان في المجتمع. نأتي إلى الفصل الأول من كتاب طموح جارية. الفصل الأول بعنوان دعاء. الفكرة الرئيسية للفصل: دعاء المؤذن وتأمين المصلين. الفكرة الثانية: شجر الدر تناجي ربها. لو جينا للعنوان الأول دعاء المؤذن وتأمين المصلين، قبيل الفجر المؤذن بيدعو الله بأن يوحد ملوك العرب، ينصرهم على الفرنج والتتار، يبعد عنهم الكرب والشدائد. الفكرة الثانية: شجر الدر، فتاة في مقتبل العمر، مقتبل العمر يعني سن الشباب، تناجي ربها وتدعوه وتقول: يا رب احفظ ابني الخليل واجعل زوجي، طبعا ده نجم الدين، سلطانا على مصر. الفكرة الثالثة: شجر الدر تتطلع إلى حكم مصر. شجر الدر بتتمنى أن تحكم مصر. لماذا؟ شعب مصر ودود وكريم، خيرات مصر كثيرة، جيش مصر قوي، يستطيع مع جيش الشام هزيمة الفرنج والتتار. ولكن هناك عقبات تحول دون الوصول إلى حكم مصر. قعدت تفكر: هي العقبات التي تحول دون الوصول إلى حكم مصر؟
خلي بالك هنا في صفة الطموح لشجر الدر. من العقبات الفرنج والتتار، طمع آل أيوب، عيلة أيوب كلها طمعانة في حكم إيه مصر والفرنج والتتار. وسوداء بنت الفقيه، من سوداء بنت الفقيه يا ترى؟ دي زوجة الملك الكامل التي أقنعت زوجها بأن يخلع نجم الدين من ولاية العهد ويجعل ولاية العهد لابنها سيف الدين الأصغر سنا والأقل خبرة. وهناك عقبة أخيرة ذكرها بها نجم الدين، وهي عقبة الجيش، وتغلبت على هذه العقبة عندما وثقت العلاقة بين نجم الدين زوجها وبين قومها الخوارزمية. وده الحوار اللي دار ما بين نجم الدين وشجر الدر. دعونا نرى الأسئلة. طبعا سؤال القصة سيأتي هذا العام بدون قطع وبدون مفردات لغوية. 4 أسئلة، السؤال الأول صح أم خطأ، السؤال الثاني اختيار من متعدد، السؤال الثالث من يكون أو من أكون أو من القائل، أما السؤال الرابع سيكون مقاليا. ضع علامة صح أو خطأ. نالت شجر الدر حريتها بعدما هزم الصالح أيوب التتار. هذه الإجابة خاطئة. لماذا؟ شجر الدر نالت حريتها لأنها كانت جارية عندما اشتراها الصالح أيوب وتزوجها وأنجبت له الخليل. مصر قوة هائلة بشعبها وجيشها. بالطبع إجابة صحيحة. لم يكن التتار خطرا على الأمة العربية. إجابة صواب أم خطأ يا ترى؟ بالفعل إجابة خاطئة. لماذا؟ لأن من العقبات التي تحول دون الوصول لحق مصر التتار والفرنج اللذان يكتسحان الدول العربية بنهب ثروات العرب. تخير الصواب مما بين القوسين فيما يلي. خلي بالك قلنا السؤال ممكن يأتي صواب أم خطأ، والسؤال رقم ب يأتي تخير الصواب. قوم شجر الدر هم الكاملية، الأيوبية، الخوارزمية. خلي بالك الأيوبية اللي هم عيلة مين؟ زوجها الصالح أيوب. الكاملية ورد اسمهم في الفصل السابع اللي هم الأمراء الكاملية اللي قرروا القبض على سيف الدين الملك العادل. يبقى قومهم مين؟ الخوارزمية. وأحيانا يأتي ماذا فعل التتار بقوم شجر الدر اللي هم الخوارزمية؟ أزالوا سلطانهم فأصبحت جارية تباع وتشترى في الأسواق. أهو السؤال، تمزق شمل الخوارزمية قوم شجر الدر على يد مين يا ترى؟ الفرنج أم التتار أم الأيوبيين؟ اتعود، لأن من العام القادم امتحاناتك هتبقى كلها اختيار من متعدد. الأيوبيين دول قوم يمين زوجها الصالح أيوب، هستبعد. يبقى أنا دلوقتي اختياري يا الفرنج يا التتار، وهتبقى الإجابة الصواب التتار. أكبر عقبة في حكم نجم الدين لمصر هي مين؟ الروم، الجيش، أم سوداء بنت الفقيه؟ سوداء بنت الفقيه. لماذا يا ترى؟ لأنها أقنعت زوجها الملك الكامل حاكم مصر إنه يخلع نجم الدين ابنه الكبير من ولاية العهد ويجعل ولاية العهد لابنها سيف الدين الأصغر سنا والأقل خبرة. كان نجم الدين أميرا على، أحداث الفصل الأول كلها خارج مصر، أميرا على العراق. العراق لم ترد في أحداث القصة. الحجاز لم ترد في أحداث القصة. يبقى كانت فين؟ على الثغور، والثغور معناها الحدود. من يكون؟ متنازعون، متباغضون، يعمل كل منهم لنفسه غافلا عما حوله. خلي بالك الأسئلة دي أسئلة استنتاجية من أحداث الفصل. التتار والفرنج متنازعون، متباغضون، يعمل كل منهم لنفسه، ممكن، بس غافلا عما حولهم ما تنفعش. سوداء بنت الفقيه، طب دي هنا مفرد مؤنث ودول جمع، يبقى مين يا ترى؟ أمراء بني أيوب، إن هم بسبب التنازع بتاعهم اللي بينهم
طمع الفرنج والتتار في احتلال البلاد العربية؟ يبقى هو الإجابة أمراء بني أيوب. يسرعون إلى العرب في ضراوة ليكتسحوا البلاد كما اكتسحوا غيرها. مادام يسرعون للعرب، لو قلت التتار إجابة صواب، لو قلت الفرنج إجابة صواب. يبقى التتار والفرنج. من أكبر العقبات التي تحول دون الوصول إلى حكم مصر. أكبر العقبات عندي أربعة: فرنج وتتار، طمع أمراء بني أيوب، الجيش الذي سيمهد الطريق إلى مصر. بس في أهم عقبة، ألا وهي سوداء بنت الفقيه. من يكون وثقت العلاقة بين نجم الدين والخوارزمية؟ طب الخوارزمية دول قوم مين؟ قوم شجر الدر. نجم الدين بيقول لشجر الدر: نسيت أهم عقبة، ينقصنا الجيش الذي سيمهد لنا الطريق إلى مصر. قالت له: أنسيت قوم الخوارزمية؟ سأجعلهم عونا لك. يبقى من يا ترى التي وثقت العلاقة بين نجم الدين والخوارزمية؟ طبعا شجر الدر. وإلى هنا أبنائي تكون قد انتهت حلقاتنا اليوم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة متجددة بكم بإذن الله تعالى.